واحنا بنتكلم على اجتماع فخامه الرئيس مع مجلس امناء مكتبه الاسكندريه، ناخد معانا على التليفون واحد من اهم وابرز مفكرين ومثقفين في العالم العربي، الدكتور احمد زايد رئيس مكتبه اسكندريه. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا فندم، اهلا بيك. ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله يا رب. ايوه يا فندم، مع حضرتك. اتفضل حضرتك يا فندم. الحقيقه كنت انا بتكلم على طبعا المكتبه ودورها العظيم تاريخيا، القديمه التاريخيه والجديده وما يجري فيها وما تحويه من ابحاث وعلماء وقامات عظيمه. مهم عندنا ان احنا نعرف ولو جانب من التفاصيل التي دارت في اجتماعكم مع رئيس الجمهوريه. وطبعا احنا بنبقى سعداء لما بنجتمع مع رئيس الجمهوريه، لانه ده اجتماع سنوي بيتم لمجلس الامناء، ومجلس الامناء زي ما حضرتك عارف ده فيه قامات عالميه، هو حوالي 28 واحد، منهم 20 واحد من الخارج. طبعا حتى من الخارج فيهم مصريين زي الدكتور طبعا مجدي يعقوب، الدكتور هاني عازر، وعدد كبير جدا من الاساتذه ووزراء سابقين واساتذه في الجامعه ورؤساء متاحف ورؤساء يعني الناس مهتمين بالفنون يعني من كل انحاء العالم، وزائد 8 من المصريين يعني طبعا كلهم قامات كبيره، ومنهم زائد عدد من الوزراء، 5 وزراء، وزير الخارجيه، وزير الثقافه، وزير محافظ الاسكندريه، وزير التعليم العالي، رئيس جامعه الاسكندريه. المجلس ده هو اللي بياخد القرارات الهامة في المكتبة، هو اللي بيدير المكتبة تقريبا، هو اللي السلطة العليا في المكتبة. وطبعا احنا بنقعد مع فخامة الرئيس، احنا جلسنا النهارده سمعنا توجيهاته، وكل واحد من اعضاء المجلس ذكر يعني اتكلم لعدد من الدقائق، عبر فيها عن تقديره للمكتبة، وبعض الناس طرحت بعض الافكار الخاصة بتطوير العمل في المكتبة وتطوير الأداء في المكتبة وأهميتها من الناحية العالمية ومن الناحية الإقليمية، وأهميتها في يعني قيادة حوار إقليمي وحوار عالمي والمشاركة في الحوار العالمي، ودورها في تنمية الوعي للشباب وفي تنمية الابتكار وفي إنتاج المعرفة. هنكلمنا على إنتاج المعرفة، وطبعا كان عند فخامة الرئيس توجيه هام جدا يعني ركز عليه في كلماته لمجلس الأمناء، وطبعا هو رحب بالمجلس جدا وقدره تقديرا كبيرا، إنما عمل توجيه مهم جدا أنا من وجهة نظري، لأنه أكد على أنه المكتبة لازم تعمل أفكار جديدة، تطرح قضايا جديدة وتطرح موضوعات وتجدد في عملها، يعني الأعمال الروتينية المتكررة اللي احنا عارفينها لازم يعني تبقى موجودة وكل حاجة، بس المكتبة قد تموت إذا لم تجدد نفسها بطرق مختلفة. طيب، وطبعا ده كان بيتوافق جدا مع التوجه في الرؤية اللي أنا مقدمها للمكتبة، أن فيها أفكار جديدة وهكذا يعني. اتفضل حضرتك. طب هنا هسأل بقى على أبرز التوجيهات اللي اتكلم فيها الرئيس خلال هذا الاجتماع، وبعدها عايز أفهم ولو النقاط الرئيسية في رؤية الدكتور أحمد زايد حول تطوير أداء المكتبة وتطوير إسهامها كمان. طيب، أولا ده سؤال مهم جدا، وأنا طبعا يعني أخذت عدد من الدقائق القليلة أن أنا ذكرت أنه يعني هذا التوجه اللي ذكره سيادة الرئيس بأنه يعني أنه أن احنا نعمل أفكار جديدة، ده يعني أحسن يعني من أجود الأفكار اللي مطروحة، وأن احنا يعني في المكتبة بنتجه نحو تحقيق هذا يعني، وإن شاء الله هنتجه ليه أكثر في المستقبل، وأنه بدأت أتكلم على بعض الأفكار اللي هي مرتبطة بالرؤية. أولا الرؤية اللي أنا هقدمها وديها أعرضها بكرة بالتفصيل في الاجتماع الثاني لمجلس الامناء بكره في المكتبه، اولا بتقوم على فكره انه المكتبه لازم تبدا اولا عملها يبقى مرتبط بما يحدث في مصر، خطه التنميه المستدامه، التوجيهات فخامه الرئيس، المبادرات اللي تتم في مصر تتواكب مع التغيرات العالميه اللي موجوده على مستوى العالم، تربط ما بين الاسكندريه وتبقى الإسكندرية بؤرة للكوزموبوليتانية التي تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، يعني تبقى نقطة في العالم منيرة كده كما كانت الإسكندرية القديمة. إنه المكتبة تحاول، دي كلها مبادئ يعني، في إن هي تحدث تغيرات في الإدارة بتاعت المكتبة نفسها وفي تنظيمها،
لان الهيكل التنظيمي للمكتبه يعني مده طويله من الزمن لم يتغير. دي كلها ربما تكون اشياء يعني مقدمات اساسيه، بس طرح افكار بقى. نحن مثلا اول فكره ان احنا اهميه ان احنا نشتغل مع الشباب، لانه الشباب كتله كبيره جدا في مصر وبتختطفها السوق من ناحيه والوسائل التواصل الاجتماعي من ناحيه ثانيه، فبيبقى في الاخر خالص الشباب محتاج انه نوع معين اخر من التوجيه، ان احنا نعلمه يخليه يهتم بالقراءه، يكون عادات للقراءه، يخليه يهتم بالابتكار والابداع، نعلمه كيف يبتكر وكيف يبدع، وان المكتبه تحاول في هذا الصدد انها تنتج المعرفه، يعني لا تنشرها فقط وانما تنتجها. صح. وتبقى مساهمه في البحث العلمي، وعندنا افكار، عندنا مراكز بحثيه كثيره في المكتبه، فلا يجب ان المراكز البحثيه تكتفي فقط بنشر مقالات او عمل مؤتمرات، لا ده احنا ممكن نحول الطاقه التكنولوجيه الهائله اللي موجوده في المكتبه في الكمبيوتر يعني الى ان هي تبقى طاقه منتجه، ننتج تطبيقات في مجال الكمبيوتر زي ما عملت المكتبه قبل كده. احنا عندنا يعني براءتين اختراع موجودين في المكتبه، ليه ما نستمرش في ان المكتبه تعمل براءات اختراع مستمره وتنتج معرفه حقيقيه في العلم، ليس فقط في الادب وليس فقط في الفنون، وانما يعني تبقى ايضا في المجال العلمي. والله ان المكتبه بتحاول ان هي تنشر ثقافه القراءه من خلال يعني نشر عدد من الكتب. عامل خطه لنشر عدد من الكتب كبير جدا، يعني عدد كبير بكتب صغيره بسميه تراث الانسانيه للنشء والشباب، بحيث ان احنا ندي للشباب فكره انه العالم الذي نعيش فيه لم يتكون فقط من خلال الامور اللي هم عارفينها، ده تكون عبر فتره طويله جدا من الزمن من سقراط لغايه دلوقتي. في فكر انساني حتى قبل ان تنتهي الاديان موجود، لازم يعرفوه ولازم يعرفوا شكسبير ويعرفوا يعني الادب الاداب العالميه، يعرفوا مين اللي خد نوبل ومين اللي ما خدهاش، يعرفوا الادب المصري، يعرفوا الثقافه الاسلاميه الحقيقيه المرتبطه بالتراث الاسلامي والفكر الاسلامي، يعرفوا ابن رشد وابن الهيثم والكندي، يعني كل التراث الانساني يبقى ملخص كده في كتيبات صغيره. ده احد المشروعات الهامه واللي بدات فيه بالفعل انفذه. ومن ايضا الافكار الهامه ايضا في المكتبه انه المكتبه تعمل جائزه عالميه. يعني انا وطرحت الفكره بالفعل واتكلمت عنها ان لماذا لا يكون المكتبه جائزه، ولماذا لا تكون جائزه المكتبه لا تقدر فقط بالاموال القليله التي تمنحها وانما بقيمتها وبموضوعيتها في الطرح، وان هي تبقى يعني جائزه لها احترامها بصرف النظر عن قيمتها الماديه، لانها تبقى جائزه مضبوطه موضوعيه مفيش فيها تدخلات. يعني نعمل جائزه عربيه كبيره ونعمل جائزه عالميه كبيره ونعمل جوائز ايضا للشباب الصغيرين في مجال الشعر والادب، نعمل مسابقه قوميه للقراءه وطنيه كده يشارك فيها كل الشباب، في الاخر خالص تقدر نجمع الاوائل منهم مثلا ونجيبهم هنا في المكتبه ويجلسون لمده شهر او شهرين يختلطوا بالمثقفين وبالفنانين ونعرضهم كده ومن محافظات مختلفه يشوفوا بعض من المنيا ومن التقهديه وبعدين في الاخر خالص ممكن يعني ندعو الرئيس مثلا فخامه الرئيس انه يقابلهم ويديهم الجوائز. يعني ايضا المكتبه لازم تلعب دور تعليمي، يعني نفكر ان نخلي المكتبه يبقى فيها جامعه، لانه المكتبه القديمه كان فيها جامعه، يعني من الافكار المطروحه ان المكتبه تؤسس جامعه وتبقى تؤدي يعني تهتم بثقافه البحر المتوسط وبثقافات البحر المتوسط وارتباطها بمجالات السياسه والثقافه والفنون المختلفه، تهتم بانتاج المعرفه التكنولوجيه والمعرفه في مجال الاي تي، تهتم بتقديم شباب جداد في مجال الاداره وفهم يفهمون الاداره بالمعنى الحديث جدا وبالمعنى المرتبط بالتحول الرقمي اللي موجود في العالم. وايضا لماذا لا تنشئ انه مدرسه المستقبل مختلفه؟ احنا في المستقبل نحن لا نعرف شكل المدرسه ايه، لانه احنا محتاجين نفكر في شكل جديد للمدرسه، لانه التحول الرقمي الهائل اللي بيحدث كل يوم بيخلينا دائما امام عجز شديد جدا في عمليه التعلم. ف
فممكن المكتبة تقود نموذج جديد للمدرسة، تعمل مدرسة ديجيتال، يعني تبقى مدرسة كده الطفل من ساعة ما بيدخل كل المعاملات داخل المدرسة كلها بالكمبيوتر، ولا يتعامل إلا بالكمبيوتر، ويبقى يعني نخلق، نحاول إن احنا يعني نخلق من خلال هذه المدرسة مبدعين حقيقيين. فكرة المكتبة نفسها، يعني احنا ما نعرفش المكتبة بتاعت المستقبل شكلها هيبقى ايه، يعني في المستقبل ممكن المكتبة تبقى في جيب كل واحد منا، فلازم نفكر ايضا في انه المكتبة في المستقبل تبقى، يعني نفكر في فكرة المكتبة اللي على الارصف وكتب وكده، محتاجين نفكر فيها شوية. اخر حاجة يعني احنا ممكن نفكر فيها حكاية الزائرين للمكتبة بيتزايدوا كل يوم، احنا عندنا بيدخل المكتبة تقريبا كل سنة حوالي، انا عملت احصائية لقيتهم حوالي 688,000 بمعدل حوالي 58,000 واحد في الشهر، ربعهم من الاجانب. فاحنا المكتبة في الحالة دي ما كانتش زمان مبنية عشان تبقى مقصد سياحي، فهي تحولت الى مقصد سياحي، فلازم تفكر انها اولا تجيب دخل من هذا التطور، وثانيا انها تفكر في الصيانه بتاعتها، لانه المكتبه ما تدخلها 2000 كل واحد ممكن المبنى خلال 10 سنين يتهالك، فلازم احنا نعمل صيانه دائمه للمبنى. طبعا هو في صيانه موجوده بس نكثر الصيانه، نعمل نطور اسلوب الزياره، نخلق اساليب تكنولوجيه للزائر ممكن يدخل المتحف فيشوف المتحف من خلال نظم للميتافيرس مثلا، يلبس نظاره كده ويشوف التماثيل، واحنا عندنا ده بالفعل نطوره بحيث ان السائح لما يجي يشوف يقدر يدخل المتحف حتى وان لم يدخله، يعني يقدر يزوره فقط من خلال الشاشة، يقدر يخش في في ار يعني ونقدر نعمل علاقات مع وزارة السياحة، يعني نقدر يعني تبقى المكتبة مقصد سياحي زيها زي، مش عايز اقول الهرم يعني، بس يعني ما اعتقدش ان العدد ده بيروح يعني الهرم كل يوم، العدد اللي بيدخل المكتبة يعني. والله يا دكتور بالعكس بالعكس تماما، لانه حضرتك بتتكلم انا قاعد عمال ببتسم، يمكن المشاهدين وزملائي عارفين ان انا ببتسم ليه الحقيقه، لان انا وانا بتكلم قبل ما يعني حضرتك تنورنا بالمداخله التليفونيه، فانا كنت بقول نصا كده، مكتبه اسكندريه في عرف الاكاديميه زمان كانت جامعه، قبل مفاهيم الجامعات في العالم دي كانت جامعة، وكانت أكبر وأهم وأول جامعة أمام العالم، وكانت مقصد العلماء والمفكرين في كل العالم القديم، وإن احنا نقدر نعمل ده لأنه حجم العقول والقامات الكبيرة اللي موجودة جوه المكتبة. أنا قلت نصا كده، لو المكتبة دي اتحولت إلى مكان يمنح الدرجات الدراسية، والله لا تبقى واحدة من أهم 100 جامعة على مستوى العالم في وقت قصير. فعلا اسمها جامعة مكتبة الإسكندرية، يعني أرجوك ده فكرة ونطرحها على فخامة الرئيس وهندرسها، وإن شاء الله يعني عندي أمل كبير جدا، وإحنا عندنا الأرض يعني وكده يعني وإن إحنا نقدر نعملها يعني، وعندنا كمان تمويل، يعني ممكن المكتبة تمول هذه الجامعة من المداخيل اللي فيها، وإحنا بنشكر حضرتك إنك أشرت فكرة الجامعة اللي موجودة في المكتبة القديمة، لأن ناس كتير ما يعرفوش كده، لأنه اللي بنى المكتبة واللي نصح ببناها واحد اسمه ديمتروس فيلسوف هو اللي نصح بطليموس، يقول له جابه، هو كان هزم كده في أثينا ويعني فقط، فجابه هنا وقال له طب تنصحني أعمل إيه؟ قال له أعمل مكتبة، وبدأت فكرة المكتبة، وبعدين تحولت إلى جامعة فيها أرشميدس وأبيقور ويعني كل من أضاءوا العالم خرجوا من هذه المكتبة، كانوا في المكتبة طبعاً القديمة. صحيح. نعم. ثم أنه كمان لما حضرتك اتكلمت على مسألة أنه إزاي المكتبة تقدر تلعب دور في تقريب ثقافات البحر المتوسط، وزي ما كانت بتلعب هذا الدور تاريخيا وإدخالها إلى العمق الإفريقي والعمق الأسيوي والعربي، وده دور مصر ودور المكتبة دي بالتحديد. ده صحيح. ده مكتبة صحيح. اسكندرية. صحيح. يعني وهو المكتبة يعني زي ما مكتوب حتى في القانون بتاعها انها منارة مصر على العالم ومنارة العالم على مصر، فالمفروض هي تبقى زي المرآة كده، حتى المبنى بتاعها استاذنا يعني بتلاقي حضرتك زي المراية كده بيشع نور على البحر المتوسط، وبياخد نور من البحر المتوسط،
صحيح. معلش الميتافور يعني، لا بس هي فعلا كده يعني. الصورة البلاغية جميلة من المبنى، انه كما لو كان تصميم المبنى نفسه كما لو كان مرآة بتمتص الشعاع، ومرآة ايضا بتصدر شعاع. والله يا فندم انا يعني دائما متحمس لمكتبه اسكندريه، ودائما ببقى فخور ان انا بقعد احيانا مع دكتور احمد زايد او اتلقى رسائله اللي بترفع معنوياتي للسماء. ربنا يخليك، ده انت يعني لا يا فندم بتعمل العفو. نمط من الاعلام جديد ومتميز وصاحب فكر متميز وانا بحييك على كل اللي بتعمله. يا بختي بالشهاده دي والله، وبالتالي فانا اكثر حماسا دلوقتي ان انا اخد زملائي ونيجي على اسكندريه نقعد هناك يومين جوه المكتبه، نقعد مع دكتور احمد زايد ونقعد نتفرج ونصور المكتبه العظيمه ونفرج مصر والعالم العربي والعالم عليها. ربنا يخليك، ده انتوا تنوروا اسكندريه. لا ده احنا يعني نتشرف والله، مكتبه نتشرف احنا. انا هنسق مع حضرتك وانا يعني شبطان ومصمم ان شاء الله. ان شاء الله، وده هيبقى اسهام جميل جدا هيخدم المكتبه كتير، يعني هيعرف كتير من المصريين بيها، لانه برنامج حضرتك مشاهد على قطاع كبير جدا من المصريين ما شاء الله. فلما يشوفوا المكتبه، لانه كتير جدا من الناس برضه ما زاروش المكتبه، بس عندنا امل انه المكتبه دي يعني ان شاء الله يعني كما كانت في الماضي وكما كانت في زمانها الحاضر، يبقى فعلا مصدر اشعاع ومصدر طاقه كبيره جدا في القوه الناعمه المصريه. صحيح. وحضرتك اداء ودوده دكتور، انا بشكرك جدا جدا جدا، وشكرا على كل المجاملات الرائعه اللي حضرتك اديتها لنا النهارده في الحلقه. كل الشكر للدكتور احمد زايد مدير مكتبه اسكندريه، واللقاء اظنه قريب، ربنا يكتب لنا جميعا العمر، بل اتمنى انه يكون قريب جدا.